السكينه ديال هذه المنطقه هذه. نقول لكم بانه هذه الازبال اللي كتشوفوا اللي كتضر بالواجهه ولا بالمنظر العام ديال المنطقه، اولا كتسبب في حوادث ديال السير، ثانيا عتي هذه الازبال هذه يا استاذ السبب الرئيس ديالها هو الانتخابات. مور الانتخابات بداو كيتحطوا هذه الازبال من الدرب عندنا من السكينه ديال الحي ديالنا، كيجيو كيلوحوا الزبل ديالهم بالتريبورتورات بالكرارس بالكروسات، عاوتاني السكينه ديال الفيرار حتى همايا السبب الرئيس ديال هذه المنطقه هذه. باش كيتخلصوا كيخص يكون مطرح ممنهج، يكون داكشي مقاد، ويكون داكشي زعما كاين عنده التاويل ديالو، راه لا المقدم لا القيد لا كلشي عندهم درايه بهذا الشيء، وهما حتى هما ياك من هنا من هذا المنبر هذا كنحملهم المسؤوليه ديال هذه الكارثه هذه. بغيتك استاذ تجي عندي نهار الاثنين ودوز من هنايا مع السبعه، ولا وقت دير وال 12 والله ما تقدر تدوز، اسباب كثيره ديال الحوادث ديال السير هما هاد الازبال هادو. وكنتمنى ان من الناس المسؤولين اللي غادي يسمعونا ياخذونا بعين الاعتبار ويتقوا فينا وجه الله، راه هاد الشيء عيب في القرن العشرين، في القرن العشرين لقاو بحال هاد الازبال هادو عيب والله الا حشومه كاع. كيف كتشوف هذه المنطقة ديال الولفة قرب حي الصفا والزوبير، كتشوف هنا يعني كاين كثرة الأزبال ولا داك الشيء كثر بزاف، يعني هاد السنين الأخرى كثر بزاف. المنطقة أصلا ما كاينش دور الشباب، ما كاينش الملاعب فين الشباب يفرغوا على الطاقة ديالهم. أنت كتشوف الوليدات ما كنلقاوش حتى فين نخرجوهم، الأزبال ولاو كيحيطوا بنا كيقربوا من الديور بزاف. يعني هذه مناسبة كنطلبوا من المسؤولين يعني تكون واحد الالتفاتة لهاد المنطقة هذه، وهذا الشيء راه كيضر بالصحة ديال الناس وبالأطفال ديالنا والمنظر العام. نتمنى هاد المسؤولين يعني ينظروا لهاد المنطقة، وهذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير هاد الشيء.